فهد، هل الإنسان يحب الأكل ويعشق شيء اسمه الوجبات السريعة؟ ليه ما وزنه زاد وصار يستحي يطلع مع ربعه والتعب بلش يبين عليه؟ فعشان كذي قرر فهد إنه يغير من شكله ويخفف من وزنه ويتخلص من كل الدهون اللي بجسمه، وعشان يوصل الجسم المثالي، الجسم اللي يبيه ويعجبه يحتاج يزيد من حركته شوي ويبي له دايت عشان يقدر يوصل حق هدفه. وعلشانكم وعشان فهد وفرنا لكم موقعنا الإلكتروني www.nnutri.consulting، واللي راح تحصلون فيه جميع أنواع الدايتات المدروسة صح وبطريقة سليمة والمقدمة من الأستاذة فاطمة البشر الحاصلة على ماجستير في التغذية والصحة من جامعة مانشستر متروبوليتن في بريطانيا. هدفنا أنك تخسر وزنك وأنت مطمئن.